كالعادة يوم المسابقة أو يوم الفائز، من سيفوز بتاني تذكرة إن شاء الله معانا أو مع قناة الأهلي الحقيقة علشان يكون متواجد في كأس العالم للأندية إن شاء الله، إن شاء الله يوم 5 فبراير لمباراة النادي، لمشاهدة مباراة النادي الأهلي ونادي مونتيري المكسيكي. كالعادة دايما كل يوم أربع الساعة 12 وربع 12 وتلت بيكون معانا الأستاذ محمد أبو العيلة. الأستاذ محمد طبعا مندوب من وزارة التضامن الاجتماعي، صح كده؟ بيكون معانا علشان يسحب او يقول هو مين اللي كسبان. انا النهارده انا عملتها المره اللي فاتت الحقيقه، والاستاذ محمد سمح لي بكده. النهارده استاذ محمد بقى هو اللي هيقوم ويسحب من سيكون الفائز معانا ان شاء الله، ان شاء الله في الاهلي في المونديال النهارده لتاني متسابق. اتفضل يا استاذ محمد. طب تعالى معايا. اتفضل انا هاجي لك احنا مع بعضنا. اتفضل يا استاذ محمد. يعني دايما زي ما حضراتكم شايفين كل يوم اربع بنبقى حريصين على التواجد مع حضراتكم على الهواء مباشره، تكون معانا كمان مندوب وزاره التضامن الاجتماعي، وهو ان شاء الله النهارده اللي هيسحب من سيكون الفائز في هذه المسابقه. اتفضل يا استاذ محمد، حضرتك عارف بقى النظام. بس انت قول لي ستوب بقى. انا لا، لا ماشي ماشي، اطلع شويه تحت وانزل تاني اللي انت تقول اهو. ايوه بالظبط، يعني خليك ما بين تحت وفوق كده علشان ما يبقاش ايه، يبقى صاحبنا سوا حتى. بالظبط كده، انزل كمان ماشي. نطلع فوق تاني بقى يا استاذ محمد. حاضر حاضر. لا يا استاذ محمد، ده احنا يعني احنا بنتعلم منك يا ريس، احنا بنتعلم منك يا ريس. عايزين ايه؟ عايزين نختار حد عشان اهو احنا يا جماعه بعيد اهو علشان برضو كل حاجه. ايوه انزل تحت تاني يا استاذ محمد. ايوه اتفضل. ستوب، لا اطلع تاني. ماشي يلا كمان كمان واحد. يلا ستوب، لا تو كليك، خلاص هي دي، هي دي اللي طلعت. قول لنا بقى الفائز. اخر اربع ارقام واحد ثلاث سبعات. اخر اربع ارقام الفائز هيكون معانا واحد ثلاث سبعات يا استاذ محمد. تمام يا فندم. اتفضل. انا اقوم بقى انا كده خلاص اهو، انا خلصت، انا اقوم انا اشوف الرقم. اي بتاع واحد معلش. اذا الفائز اللي هيكون معانا على الهواء مباشره للمرحله القادمه او للتذكره الثانيه ان شاء الله في الاهلي في المونديال رقم اخره 137. 137 هو الرقم اللي هيكون معانا ان شاء الله الفائز الثاني او المتسابق الفائز الثاني على هذه المسابقة. الأهلي في المونديال، ارجع لنا بقى مرة تانية اتصلوا بيها شباب وهتهولنا معانا مرتين برضو زي اللي احنا دايما بنقوله لحضراتكم. طيب اتصلوا لنا بيه علشان يكون فائز معانا ان شاء الله، وزي ما قلت لحضراتكم هيكون الفائز في هذه المسابقة هيكون متواجد مع قناة الأهلي ليشاهد مباراة النادي الأهلي ومونتيري المكسيكي. زي ما قلنا لحضراتكم شنطة سفرك هي اللي هو التريننج كده يوم تيجي بيه وتحضر معانا الماتش إن شاء الله وترجع بألف سلامة. الفائز الثاني الأسبوع اللي فات كان معانا فائز أستاذ أشرف أحمد زكي على ما أتذكر، صح؟ صح يا شباب ولا ايه؟ حد يقول لي صح؟ مظبوط 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 صح؟ الاستاذ اشرف احمد زكي هو، اصل انا فاكر احمد زكي علشان الله يرحمه الله يرحمه ممثلنا الكبير واستاذنا الكبير الاستاذ احمد زكي طبعا. فالاستاذ اشرف احمد زكي هو الفائز الثاني، هيكون الاستاذ احمد محمد عبده، الاستاذ احمد محمد عبده من العاشر من رمضان، والفائز الثاني وهيكون معانا على الهواء مباشره. استاذ احمد الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، الله يبارك فيك. الف مبروك، يعني سعداء جدا طبعا بوجودك معانا وسعداء جدا اولا بسماع صوتك واكون مع حضرتك على الهواء يعني. ربنا يخليك. النادي بتاعنا بقى، النادي بتاعنا بتاعنا. لا مش هسالك يعني السؤال بقى، انت اهلاوي ولا مش اهلاوي؟ 100% اهلاوي يعني. ها؟ اهلاوي من ايام اقول ايه 82. من ساعه ما اتولدت. ونزول الكابتن الخطيب بالكاس من على الطياره مع الكابتن الجهر الله يرحمه. انت عندك كام سنه يا استاذ احمد؟ انا 45. قد بعض يعني انا وانت. بصره بصره، خلي بالك. جيل واحد. جيل واحد يعني. انت مواليد 76. ايوه يا كابتن. صح بالظبط كده. شهر كام بقى عشان ايه نبقى عملنا السيرفي كله؟ مارس. مارس. طب كل سنه وانت طيب، انت لسه مكمل 45 سنه يعني.
ادخل في 46 بقى. ربنا يديك الصحه استاذ احمد. عندك اولاد موجودين؟ عندي بنتين، شهد وشروق. نعم يا فندم. عندي بنتين، شهد وشروق. شهد وشروق لسه صغيرين ولا ايه؟ ثانويه عامه بقى و... بسم الله ما شاء الله. بقول لك ايه، انت غزهم بقى وقول لهم ان انت هتسافر. ايوه. انت تعرف حضرتك كابتن، معلش هاخد وقتك دقيقه. اتفضل يا فندم. انا برضو كان ليا حظ في مباراه ريال مدريد، تذكره برضو حضرت بيها الماتش بتاع ريال مدريد. بس ريال مدريد كانت هنا في 2001. في 2001. يا ده من 21 سنة. ما انا ورا النادي ده كعب داير يعني، ما تقلقش. ربنا يديك الصحة يا أستاذ أحمد، وإن شاء الله نشوفك قريبا ونتمم كل الإجراءات. بس أنت واخد الفاكسين وكل حاجة تمام يعني؟ واخد على حسب المسابقة. واخد والباسبور صالح وكل حاجة. طيب ألف مبروك يا أستاذ أحمد، ودايما مع النادي الأهلي في كل مكان. الله يخليك ومبروك، وانا سعيد جدا والله ان انا اكون يعني ورا الاهلي في كل حته يعني. احنا اللي سعداء بوجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا. المتسابق الثاني لفائز معانا في هذه المسابقه الاستاذ احمد محمد عبده، عاشر من رمضان. وزي ما حضراتكم سامعين بقى، احنا دايما بنحب نسمع الاغاني الحلوه دي دايما ونبقى مبسوطين بيها وسعداء بيها. الف مبروك، لسه الحق، فاضل لك، فاضل لنا اسبوعين. اسبوعين احنا بنحاول نزق شويه ان هم نخليهم كمان يطلع معانا واحد خامس، لكن ان شاء الله حتى هذه اللحظه انا ما بقولش حاجه، ما بقولش اي حاجه خالص. حتى هذه اللحظه احنا اربعه بس اللي هيسافروا، اثنين تم الاعلان عن اسمائهم، وان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي يتم الاعلان عن الاسم الثالث، وان شاء الله يوم الاربعاء اللي بعده يتم الاعلان عن الاسم الرابع. الحقوا بقى خلال هذه الفتره ان شاء الله تكونوا معانا، نشوف مين سعيد الحظ اللي هيفوز معانا. السؤال هنقوله امتى؟ طيب قول لنا، اروح اقعد ولا خليني واقف؟ اروح اقعد بقى عشان هننوه على مع حضراتكم على السؤال الجديد اللي هيكون معانا ان شاء الله في هذا الاسبوع. طب قولوا لي يا شباب السؤال عشان انا مش لاقي، انتوا فين؟ اوكي. في مسابقة الاهلي في المونديال، ما هو افضل مركز حققه فريق الاهلي في كأس العالم للأندية؟ الإجابة رقم واحد الأول، الإجابة رقم اثنين الثاني، الإجابة رقم ثلاثة الثالث. مرة تانية، ما هو أفضل مركز حققه فريق الأهلي في كأس العالم للأندية؟ الإجابة رقم واحد الأول، الإجابة رقم اثنين الثاني، الإجابة رقم ثلاثة الثالث. فكرونا بقى بأرقام التليفونات عشان أنا طيب هتقدر تتصل أو تبعت رسالة من موبايلك تتضمن رقم الإجابة الصحيحة. يعني إيه؟ يعني هتقول رقم واحد، رقم لو هي الإجابة الصحيحة رقم واحد هتقول رقم واحد، الإجابة الصحيحة رقم اثنين هتقول رقم اثنين، الإجابة الصحيحة رقم ثلاثة هتقول رقم ثلاثة. اتصل من موبايلك أو ابعت مسج على رقم 1795، الأرقام أمام حضراتكم، أو من أي خط أرضي على 0909500 وسجل إجابتك. برضو علشان تبقوا حضراتكم معانا، أي حاجة بتبعتوها على السوشيال ميديا ما بتتحسبش، إحنا ما بنحسبش الحاجات غير اللي بتيجي على الأرقام، المسجز اللي بتيجي على الأرقام 1795 أو من أي خط أرضي على 0909500. بعتوا بقى طوال هذا الأسبوع علشان إن شاء الله إن شاء الله يكون معانا يوم الأربعاء القادم متسابق ثالث، إن شاء الله يكون معانا في مسابقة الأهلي في المونديال. بشكرك جدا يا أستاذ محمد، نشوفك الأربعاء اللي جاي. ألف مبروك للفائز. إن شاء الله بإذن الله نشوفك الأربعاء اللي جاي إن شاء الله، وتسحب لنا واللي بعده. الله يخليك. خلص أربعة أربعة بس عليكم يعني وعلى جمهورك. شكرا جزيلا. وبنقول لك تحيات ناس كتير، كل ما حد يعرف ان جاي اشوفك يقول لي سلم لي عليه، فناس كتير حبيبي ربنا يخليك. حضرتك طبعا الناس المحبوبه يعني جدا. ربنا يخليك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم. طبعا هطلع فاصل، وبعد الفاصل عندي الاستاذ محمد القوصي والاستاذ عبد الحكيم ابو علم، هنتكلم عن اهم حاجه بنشوفها الحقيقه في كره القدم خلال هذه الفتره. عندنا ماتش الاهلي بكره والجونه نتكلم عنه، عندنا برضو ما يحدث مع منتخبنا الوطني والموضوع اللي داير دلوقتي واللي بيحصل. هل انت مع كارلوس كيروش ولا ضد كارلوس كيروش؟ هنسمع من اساتذتنا الكبار الاستاذ محمد القوصي والاستاذ عبد الحكيم ابو علم، ولكن بعد هذا الفاصل.